حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبادة وأبي مالك الأشعري. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر موقوفا فلم يرفع. حدثنا قتيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي الكوفي وأبو سعيد الأشج قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام. قال: وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأنس وأبي سعيد وأبي موسى والأشج العصري وديلم وميمونة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية ووائل بن حجر وقرة المزني وعبد الله بن مغفل وأم سلمة وبريدة وأبي هريرة وعائشة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وكلاهما صحيح. رواه غير واحد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وعن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر وحدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
قال: وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمر وابن عمر وخوات بن جبير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن مهدي بن ميمون، وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا مهدي بن ميمون المعنى واحد عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام ما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام. قال أبو عيسى: قال أحدهما في حديثه: الحسوة منه حرام. قال: هذا حديث حسن. وقد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صبيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون، وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم، ويقال عمر بن سالم أيضا. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا ابن علي ويزيد بن هارون، قالا: أخبرنا سليمان التيمي عن طاووس أن رجلا أتى ابن عمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ فقال: نعم. فقال طاووس: والله إني سمعته منه. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت زاذان يقول: سألت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية، أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسخ نسخا، ونهى عن المزفة وهي المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقية. قال: وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حسين وعائذ بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا أبو عاصم، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فشكت إليه الأنصار فقالوا: ليس لنا وعاء. قال: فلا إذن. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أمه عن عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ في أعلاه، له عزلاء تنبذه غدوة ويشربه عشاء، وتنبذه عشاء ويشربه غدوة. قال: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وابن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يونس بن عبيد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة أيضا. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا إسرائيل، حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن العسل خمرا. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل نحوه، وروى أبو حيان التيمي هذا الحديث عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: إن من الحنطة خمرا، فذكر هذا الحديث. حدثنا بذلك أحمد بن منيع، حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب: إن من الحنطة خمرا بهذا، وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر. وقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: لم يكن إبراهيم بن مهاجر بالقوي الحديث، وقد روي من غير وجه أيضا عن الشعبي عن النعمان بن بشير. حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله بن المبارك، حدثنا الأوزاعي وعكرمة بن عمار قالا: حدثنا أبو كثير السحيمي قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو كثير السحيمي هو العبري، واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة، وروى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما، وعن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما، ونهى عن الجرار أن ينبذ فيها. قال: وفي الباب عن جابر وأنس وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث أن حذيفة استسقى، فأتاه إنسان بإناء من فضة
فرماه به وقال: إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب ولبس الحرير والديباج، وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال: وفي الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، فقيل: الأكل. قال: ذاك أشر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة الكوفي، حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وروى عمران بن جرير هذا الحديث عن أبي البزري عن ابن عمر، وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن. وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة المسلم حرق النار. والجارود هو ابن المعلى العبدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال الجارود بن العلاء أيضا، والصحيح ابن المعلى. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال: وفي الباب عن علي وسعد وعبد الله بن عمرو وعائشة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد قالا: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول: هو أمرأ وأروى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواه هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس. وروى عزرة بن ثابت عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري
عن ثمامة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجزري، عن ابن العطاء بن أبي رباح عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. ويزيد بن سنان الجزري هو أبو فروة الرهاوي. حدثنا علي بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب. قال: وسألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن رشدين بن كريب، قلت: هو أقوى أو محمد بن كريب؟ فقال: ما أقربهما، ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا، فقال: محمد بن كريب أرجح من رشدين بن كريب، والقول عندي ما قال أبو محمد عبد الله، رشدين بن كريب أرجح وأكبر. وقد أدرك ابن عباس ورآه، وهما أخوان وعندهما مناكير. حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس عن مالك بن أنس عن أيوب وهو ابن حبيب أنه سمع أبا المثنى الجهني يذكر عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء. قال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذن عن فيك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رواية أنه نهي عن اختناث الأسقية. قال: وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها. قال: وفي الباب عن أم سليم. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد الله بن عمر العمري يضعف في الحديث، ولا أدري سمع من عيسى أم لا. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو أقدم منه موتا. حدثنا الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك قال: وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. قال: وفي الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر وعبد الله بن بسر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال أبو عيسى: هكذا روى غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر ويونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الشراب أطيب؟ قال: الحلو البارد. قال أبو عيسى: وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث ابن عيينة رحمه الله.